ايه اللي كتب بقى في المواقع؟ خلينا نروح نشوف. الموقع الرسمي للأهلي: تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي بالأهلي في الموسم الجديد. الشروق: مجلس الأهلي يناقش الإجراءات القانونية في أزمة الدوري. اليوم السابع: تأجيل شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 يوليو بمركز التسوية والتحكيم. مبتدأ: سموحة يطلب التعاقد مع إسلام محارب. اليوم السابع: نادر شوقي: رمضان صبحي يرغب في الاستمرار بالأهلي والنادي الإنجليزي يتمسك به. سبورت 360: الأهلي يدعم علي معلول بعد استبعاده من أمم أفريقيا. صدى البلد: الأهلوية في ظهر معلول يشعل تويتر، ومجردون: جمهور الأهلي وراك، فهنا وطنك ينتظرك، الأهلي وطن ولا يهمك يا معلول، جمهور الأهلي وراك يا معلول، أنت أحسن باك شمال في أفريقيا.